متحف القصبة نشوف واش مسموح به التصوير ولا ممنوع. متحف ثقافة المتوسطة المتوسطية مكتوب باللغة العربية والحروف التيفينة والأمازيغية واللاتان. شكرا. إذن تصوير سريع في المتحف القصبة. لكن فيديو قديم شوية كنت زرت المتحف القصبة زيارة المتحف القصبة اللي كان فيه ممنوع التصوير آنذاك، واليوم مسموح التصوير، ولكن العجب هو هذا الاستثناء المغربي اللي كان نعرفه في كل مكان كل مرة يقول لك الفيديو ممنوع، صور صور بحق الفيديو ممنوع. إذا بعد النقوش هنايا اللوحة مرحلة ما قبل الرمان، مقابر عين تانية وجبيلة، ومنها تشوف جبيلة عين تانية تزور كامل داك الشي ترش. جبيلة عين تانية إذا المقابر عين تانية وجبيلة. مقابر عين تانية ما كنعرفهمش أبدا. إذا القرن السادس قبل الميلاد، معمل القواس، الصحن الموسع الحواشي، خزف برميق أحمر، معمل القواس، القرن الخامس قبل الميلاد، طبعا القرن الرابع قبل الميلاد، هيلينية خزف، مرحلة البونية، لوحة هناك. إذن اللوحة
هذا الموقع زيلي، واش زيلي ديال زيلة العربية إذا تاريخ المدينة، هانتوما شوفو تاريخ المدينة اللي تدمر تماما، بقي هاد المتحف في القصبة يخليه أزرار عاج دبابيس الفترة الرومانية شاهد قبر منتجع بروكس للغابة الأمريكان قلة المياه على ما أظن. لا 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 ماشي الغابة الأمريكان، الجبل الكبير مقابر مرشان، شوف شحال اللي باقي التحف النادرة أما التي سرقت على أمر التاريخ سواء من الأوروبيين. إناء 5000 سنة قبل الميلاد، مقبرة مرشان تمثال جنانزي من الطيل مقابر سيدي عمار، إيه سيدي عمار معروف. فاس القرن 19 إذن خارطة العالم أنجزها الجغرافي الطنجي الشريف الحتريسي سنة 1154 لأجل روجي الثاني ملك صقلية. خليج القسطنطينية، قسطنطينية
أواني لحفظ رماد الموتى مقبرة مرشين. إذن التصوير مسموح ولكن الفيديو لا. أحمق قلبه على أحمق. إذن غادي نجيو للفتح الإسلامي وصل الإسلام طنجة بقاعها من الفتوحات التي قادها عقبة بن نافع. إذن حدائق ريا السلطان.
السلطان. إذن نهاية الزيارة إلى متحف القصبة إذن الزيارة مكانش في الحسبان. إذن ساحة القصبة باب البحار ساحة المشوار علاش اخوتي صبحت بلادي وانا غريب
والله بيها مصري هارو